السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أبنائي الطلاب طلاب الدبلومة الأمريكية ESTII. طبعا أنا اتأخرت عليكم شوية في تنزيل الريفيجن لأن إحنا لسه بنسجل أصلا المحاضرات بتاعت الكورس، وكمان تعبت شوية الفترة اللي فاتت فكنت مش قادرة إن أنا أسجل، اتأخرت عليكم وعلى طلاب الثانوي كمان. كذا حد طلب مني في الكومنتس إنه إحنا محتاجين الريفيجن، استكمال الريفيجن اللي فاتت، والمفترض ان انا يعني السكيدول اللي كنت ماشي عليه ان احنا ننزل كذا ريفيجن، لكن زي ما قلت لكم ظروف الواحد بيتعب يعني، وكمان بحس انه ما فيش تفاعل قوي على الصفحة، فلما حد كذا حد كلمني وبعت لي كومنتس وكلمني كمان برايفت على الرقم بتاعي انه احنا محتاجين ريفيجنز وكده، ده بيشجعني على فكرة، بيديني حماس كده ان انا لا في ولاد بيتابعوني وفعلا في مجموعة بتستفيد، فانا ببدا انزل الشغل تاني. طبعا انا اصلا يعني يمكن معظمكم عارف انه انا اوريدي كنت بدرس لطلاب الامريكان من زمان، لكن حسيت انه في مشكله في الكوميونيكيشن بيني وبين معظم الولاد، وفي ولاد في الاقاليم وكان زوم ميتينج لايف وشغلانه كده، ف النت يقطع عندهم مش عارفين يوصلوا لي، فانا يعني قررت ان انا انزل فاينل يعني المحاضرات على القناة عشان الكل يستفيد. بس اكتر حاجة بتخلي الواحد يتحمس ويكمل في اللي هو شغال فيه، لان طبعا انتوا عارفين تسجيل المحاضرات دي بياخد مجهود كبير، فعلشان الواحد يتحمس هو انه احسه فعلا ان الطلاب بيستفيدوا، لانه ده مجهود، ويعني بحس انه لا انا عايزه اشرح باستفاضه، عايزه اتحمس اكتر. كومنتاتكم اللي بتكتبوها، لايكاتكم، السبسكرايب، الشير للفيديوهات، ده بيديني حماس واحس انه باذن الله طلاب كبير بتستفيد لوجه الله يعني، وده بيديني الحماس ان انا اشتغل اكتر. بغض النظر عن اي حاجه، هو زياده التفاعل على القناه ده اللي بيحمس اي حد، مش انا لوحدي، اي حد ان هو ينزل فيديوهات اكتر. طيب مش هطول عليكم علشان انتم ما انتوش فاضيين، يا دوبك نلحق نخلص الامتحان عشان تبداوا ان شاء الله تكملوا مذاكره. هنكمل من سؤال 46 في الترايل الموديل اللي احنا بدأنا فيه قبل كده في التو ريفيجنز اللي فاتت. اول سؤال بيقول لي هاو تو كونفيرت من 37، تمام، من عفوا 370 مايكروميتر الى نانوميتر. هو دلوقتي طالب ان هو يحول من مايكروميتر الى نانوميتر. طيب انا دلوقتي عايزاكم تبصوا معايا على التحويلات دي. انا عندي الواحد مايكرو ميتر بيكوال 1000 نانو متر، خلاص الكلام اللي انا بكتبه ده اكتبوه خلوه عندكم، يعني اعملوا كده زي ورق خاص كأنه ملخص للمنهج، حاجة انا مش عارفها فاروح اكتبها على جنب اقراها انا قبل ما اروح الامتحان الصبح. طيب هو قال انا عايز 370 مايكروميتر، عايزها تبقى بالنانوميتر، كام نانوميتر؟ فأنا طبعا بالطريقة المعتادة بضرب طرفين في وسطين اللي هو 370 في 1000 هتديني كام؟ 370 ألف، صح؟ 370 ألف نانو ميتر، ده مايكرو ميتر. طيب يبقى دلوقتي المايكرو ميتر ده الايه الكبير، ده البيج، خلاص ده الاخ الكبير، ولكن النانو ميتر ده السمول، وزي ما احنا تعودنا واحنا صغيرين الكبير خلاص لما اجي احوله للصغير بعمل مالتيبليكيشن، لكن الصغير لما اجي احوله للكبير بعمل ديفايد. يبقى لو هو قال لي على سبيل المثال، لو قال لي بعد كده أو في سؤال تاني أو بشكل تاني عندي مثلا 720 نانو متر عايز أحوله إلى مايكرو متر، هعمل إيه؟ ساعتها ال 720 دي هعمل ديفايد على 1000، خلاص يبقى هتديني كام؟ هتديني 0.72 مايكرو متر، فهمتوا؟ خلاص كده يا ولاد، يبقى من مايكرو متر لنانو متر
مالتيبليكيشن او بضرب في 1000. لو هحول من نانوميتر الى مايكروميتر هقسم على 1000. خلاص كده. طيب نرجع بقى للامتحان. الاختيار بتاعنا هيكون سي. طيب نيجي بقى نشوف الأسئلة من 47 ل 49. من 47 ل 49 هو اداني ليه؟ من 47 ادي 47 وادي 48 و49، كل دول تابع للسؤال الأولاني ده او اللي موجود قدامي ده. هو مديني مصطلحات علمية وبيقول لي عبارة عن ايه: ترانسكريبشن، ترانسليشن، دي ان ايه ريبليكيشن، وار ان ايه بروسيسنج. لو رجعنا للشاشة بتاعتنا تاني، انا عندي هنا، ادي السيل خلاص، وهنا عندي النيوكليوس، دي نيوكليوس، وده السيتوبلازم صح، وده السيل ميمبرين طبعا. اوكي دلوقتي اثناء السيل ديفيجن، اثناء السيل ديفيجن بيكون عندي كذا فيز، يعني عندي انترفيز، بيكون عندي الميتوزيس بعد كده خلاص. دي اول مرحله في انقسام الخليه او السيل ديفيجن، والفيديو موجود عندنا على القناه، ممكن نراجعه ونبص عليه مره تانية لو مش متاكدين. الانترفيز دي اللي هي مرحله التجهيز بتبقى عباره عن جي 1 فيز واس فيز وجي 2 فيز. اختصارا مرحله الاس فيز دي يا شباب هي مرحله الايه؟ الدي ان ايه ريبليكيشن. يبقى الدي ان ايه ريبليكيشن بتحصل امتى؟ بتحصل في الاس فيز علشان ازود البروتين بتاع الدي ان ايه، عشان انا عايزه اعمل له انقسام فبعمل له ريبليكيشن. السترين الواحد كده بخليهم، ده بحوله الى 2، بعمل له ريبليكيشن. اوكي ده بيحصل فين؟ ده بيحصل جوه النيوكليوس. يبقى الدي ان ايه ريبليكيشن بيحصل جوه النيوكليوس خلاص. وبعدين انا بقى عندي هنا الدي ان ايه موجود، اغير القلم كده علشان تبقوا مستوعبين. انا الدي ان ايه موجود اهو، ادي الدي ان ايه موجود، وبعدين عايز ابدا بقى مرحله الترانسليشن بقى، ان انا او ان انا عايز اعمل البروتين في الجسم. فبيدخل عندي جوه النيوكليوس، بيدخل عندي الار ان ايه خلاص، الار ان ايه، والار ان ايه ده بيعمل ايه؟ بيعمل ترانسكريبشن. ترانسكريبشن. ايه هو الترانسكريبشن؟ الحكايه دي ان شاء الله المحاضره اللي جايه هتنزل. الترانسكريبشن ان هو بياخد عامل زي الفلاشه كده، بيلقط الايه الكود بتاع الدي ان ايه. طيب بعد ما ده ايه اللي عمل اللي بالاحمر ده الايه، الار ان ايه، لما بعد ما عمل ترانسكريبشن جوه، في جوه النيوكليوس، خدوا بالكم جوه النيوكليوس، بيخرج بره النيوكليوس اهو، يخرج بره ويعمل ايه بقى؟ يعمل كده اهو بي ار ان ايه تاني، يعمل ترانسليشن. ترانسليشن ليه ترانسليشن؟ عشان يديني امينو اسيدز بقى ويعمل لي بروتين سينثيسيس. يبقى هي دي الفكره. يبقى جوه النيوكليوس بيحصل عندي ترانسكريبشن، بيحصل عندي دي ان ايه ريبليكيشن ديورينج سيل ديفيجن، وبره النيوكليوس في السيتوبلازم بيحصل عندي ترانسليشن وبروتين سينثيسيس. فاهمين حاجه يا اولاد؟ سينثيسيس. اوكي كده اعتقد جمعناه. طب لو رجعنا تاني بقى للامتحان اهو، خلاص ترانسكريبشن، ترانسليشن، ريبليكيشن وبروسيسنج. السؤال 47: This process takes place in the cytoplasm. احنا قلنا ايه اللي بياخد مكان في السيتوبلازم؟ هو الترانسليشن. الترانسكريبشن بيحصل جوه النيوكليوس، تمام؟ الترانسليشن بيحصل في السيتوبلازم، الدي ان ايه ريبليكيشن في نيوكليوس، الار ان ايه بروسيسنج في نيوكليوس. يبقى الحاجه الوحيده اللي موجوده في السيتوبلازم هي ب. فهمتوا؟ طيب نيجي هنا، استنى ما اجيب القلم. نيجي هنا الدي ان اي ريبليكيشن، زي ما قلنا الدي ان اي ريبليكيشن بيحصل فين، او عفوا احنا هنقرا السؤال الاول وبعدين نختار. السؤال بيقول This process takes place during S phase. ايه هو اللي بيحصل في الS phase؟ لسه قايلينه، الدي ان اي ريبليكيشن.
كلام جميل. طب الماسنجر ار ان اي از ريدي تو اكزيت ذا نيوكليوس، يبقى حصل له ترانسكريبشن وهيخرج بره النيوكليوس عشان يعمل ترانسليشن بره، يبقى الاختيار ايه؟ فاهمين كده يا ولاد؟ خلاص يبقى الاختيار كان ايه. طيب نيجي بقى نشوف، اعتقد هو كده سهل يعني ما فيش مشكلة. تعالي نشوف بعد كده السؤال رقم 50. سؤال رقم 50 بيقول when the population reaches its carrying capacity، يعني خلاص ال population وصل لمرحلة ال carrying capacity أو السعة بتاعت ال population بقى ممتلئ جدا خلاص، it might subject to crush، يعني ممكن يحصل له انهيار خلاص أو ينفجر ك population، ينهار crush يعني يبدأوا نبدأ نفقد ال population بتاعنا، نفقد الكنترول على ال population بتاعنا نتيجة لعدد زيادة الأعداد بشكل مبالغ فيه خلاص، ال carrying capacity أو قدرة تحمل ال population لعدد معين اتملى خلاص، فممكن يحصل له crash after some time. All of these are reasons for population to decline، يعني كل الاختيارات اللي قدامي، كل الاختيارات اللي قدامي دي بتسبب أو بتؤدي إلى إن ال population يحصل له decline أو ينتهي أو يختفي أو ال population اللي فيهم يموتوا كلهم، ما عدا حاجة واحدة لو حصلت. حاجة واحدة لو حصلت دي اللي ممكن ما يحصلش انهيار أو يحصل decline لل population. إيه هي؟ عندي اختيار ال immigration وال immigration، في فرق بين الاتنين. ال immigration اللي هو I double M I، ده معناه انها هجرة دائمة، يعني بيحصل خلاص في مجموعة من الناس هتهاجر، احنا عندنا مجموعة كده قررنا ان احنا نهاجر امريكا، هنهاجر امريكا كلنا، هنهاجر امريكا مجموعة، احنا مجموعة 10 15 20 100 مليون، اوكي، لان البوبوليشن زاد او فهنهاجر بس permanently، خدوا بالكم permanent يعني ايه immigration، ده معناها هجرة دائمة مش هنرجع تاني للاريا اللي احنا كنا قاعدين فيها او البوبيوليشن بتاعنا خلاص. اما ال immigration اللي هو ام واحدة مش دبل ام، بنبدأ بالاي، ده بروح وباجي، يعني احنا هنرجع هنسافر مثلا المانيا، هنعمل ماستر او بي اتش دي لفتره 5 6 سنين وهرجع تاني، انا كده ما حلتش المشكله، فهمتوا؟ يبقى الايميجريشن هو ان انا بروح بخرج من المكان لفتره زمنيه معينه وارجع له مره تانيه، اما الايميجريشن اللي هو بيرمننت، خروج دائم من المكان، هجره دائمه مش برجع مره تانيه. طبعا في اختيار عندنا بعد كده سي اللي هو introduction of new predator، لو انا جالي كائنات مفترسة جديدة، severe competition، هيحصل عندي competition قوية ما بين الكائنات الحية، يعني هيبقى في عندي البقاء للأقوى زي ما بيقولوا والباقي يموت، excess waste product، ال wastes أو الفضلات لو زادت عندي فهتسمم ال environment خلاص. هو بيقول لي الاختيارات اللي قدامي دي كلها all these are reasons for population to decline، يبقى كل اللي هيحصل عندي ده هيعمل لي انهيار في ال population، ما عدا حاجة واحدة لو حصلت في ال population مش هيحصل عندي انهيار لل population ده، و هيفضل محافظ على قوته وتماسكه ان هو يحصل عندي immigration اللي هي الهجرة الدائمة، مجموعة زي ما قلت لكم من الناس، مجموعة كبيرة تهاجر وتسيب البوبوليشن وهجرة دائمة ما ترجعش مرة تانية. خلاص كده واضح؟ طيب نيجي بعد كده نشوف السؤال رقم 51. سؤال رقم 51 ده احنا شرحناه قبل كده في بداية الامتحان وبيتكلم عن الانزيمات. بيقول لي الجراف اللي قدامي ده شوف الافكت بتاع التمبريتشر على الريت بتاع عمليه الفوتوسينثيس. هي عمليه الفوتوسينثيس اصلا واحنا خدناها في الميتابوليزم، عفوا خليكم معايا، خدناها في الميتابوليزم انه فكره الفوتوسينثيس اصلا بتتم بوجود انزيمات خلاص، بوجود انزيمز. طيب علشان يحصل السيريز او السيكونس بتاع تفاعل الفوتوسينثيس اللي هو اصلا ايه الفوتوسينثيس، عباره عن ايه الفوتوسينثيز، عبارة عن لو تفتكروا مية H2O مع
ثاني اكسيد الكربون، كربون ديكسايد، لا انا مش راضي اكتب كربون ديكسايد، مع سان لايت، ضوء الشمس، صح؟ يديني ايه؟ يديني اكسجين بلس جلوكوز. فكرة الفوتوسينثيز هي عملية الفورميشن اوف اورجانيك كومباوند اللي هو الجلوكوز فروم نون اورجانيك سورس اللي هي المية والكربون ديكسايد، تمام؟ وطبعا بيحصل لايبريشن للاكسجين. الفوتوسينثيز اهم حاجة فيها انها بتخرج لنا اكسجين. العملية دي عشان تتم او التفاعل الكيميائي ده عشان يتم محتاج انزيمات، خلاص؟ فهو بيقول لي ان الكيرف اللي قدامي بيدل على علاقة ما بين درجات الحرارة المختلفة وما بين الريت بتاع الفوتوسينثيز، معدل الفوتوسينثيز. طبعا انا باخد وقت طويل دلوقتي في الحل عشان ابقى اشرح لكم الاسئله بالتفصيل. انت لو حليت كل الترايلز اللي نازله على الموقع بتاع الاي اس تي، تمام، انت خلاص كده بتبقى اوتوماتيكلي بتحل بسرعه. يعني انا ممكن قبل ما اقرا السؤال، قبل ما اقرا السؤال او قبل ابص بس عليه افهم هو عايز ايه، دي بتبقى من كتر الحل. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتخليك تحل سريعا في الامتحان انك تحل كتير قوي، فانت بتبقى خدت على شكل السؤال، خلاص الموضوع بيبقى بسيط. طيب نرجع تاني للاسئله، للسؤال عفوا. درجه الحراره، كل ما بتزيد درجه الحراره كل ما يعلى معايا في الاول اهو، تعلى الريت بتاع الفوتوسينثيز، خلاص، لحد ما اوصل للاوبتيمم تمبريتشر، والسؤال ده احنا شرحناه في بدايه الامتحان. وبعد كده كل ما هتزيد الحرارة هلاقي الريت بتاع الفوتوسينثس بيقل معايا لحد ما هوصل لزيرو. ده انا كده قريت الشكل اللي قدامي، انا ما قريتش اي حاجة ولا قريت اي اختيارات، انا قريت الشكل اللي قدامي. يبقى الريت بتاع الفوتوسينثس بيعلى معايا لحد ما اوصل لاوبتيمم تمبريتشر، وبعد كده درجة الحرارة عليت اكتر، لقيت الريت بتاع الفوتوسينثس بتاعي بيقل لحد ما يتوقف تماما، يعني يوصل لزيرو. هو بيقول لي ايه اللي حصل؟ هو بيقول لي انه الجراف وراني ان الريت بتاع الفوتوسينثيز زاد كل ما درجه الحراره بتزيد، وبعد كده قلت لحد ما وصلت لزيرو. ليه؟ ايه الريزون؟ ليه؟ طبعا احنا هنقرا كل الاختيارات اللي قدامنا، هنشوف ايه اللي حصل. طيب اول حاجه، التمبريتشر از ليميتنج فاكتور ان فوتوسينثيز. هل حصل لي ليميت يعني وقفت لحد هنا وبعد كده الفوتوسينثيز اداني خط مستقيم؟ لو اداني خط مستقيم كده يبقى الاختيار ده ان هو ليميتنج فاكتور. لا، هو ما ادانيش خط مستقيم، يبقى مش ده. At high temperature ال water molecule will vaporize، يعني اتبخرت، ادى الى ان البروسيس بتاع الفوتوسينثيز stopped. ازاي؟ هل هو توقف فجأة؟ الحرارة اتبخرت، هي الحرارة المية هتتبخر عند درجة حرارة 70؟ لا، ده المية بتتحمل لحد درجة حرارة 100، صح؟ درجة الغليان أصلا بتاعت المية 100. يبقى إزاي بقى وقفت الحرارة عند 70؟ يبقى الاختيار ده مش مظبوط. طيب بعد كده، ال high temperature the chloroplasts will release all its pigment thus reducing capture of life. يبقى بيقول لك عند درجات الحرارة العالية بتخرج الكلوروفيل، مادة الكلوروفيل جواها، أو مادة الكلوروبلاست عفوا جواها الكلوروفيل اللي بيمتص ضوء الشمس، تمام؟ اتفرجوا برضو على المحاضرة بتاعت الفوتوسينثيز يا شباب، وأكيد أنتوا ذاكرتوا الحاجات دي. الكلوروفيل ده بيمتص ضوء الشمس، فبيقول إنه مع ارتفاع درجة الحرارة الكلوروبلاست ده خرج لي كل الصبغة اللي هي الكلوروفيل، فما بقاش عندي حاجة تسحب ضوء الشمس. ده مش حقيقي، لان هو ما بيخلصش الكلوروفيل بانتهاء الايه، او بارتفاع درجه الحراره. الاختيار الامثل انه مع اللي شرحناه قبل كده، ان كل ما هتزيد عندي درجه الحراره هيعلى الريت بتاع الانزيم المسؤول عن عمليه الفوتوسينثيز، ومع ارتفاع درجه الحراره اكتر تلاقي الريت بتاع الانزيم بيقل، خلاص، لحد ما يحصل له ايه، دي ناتيوريشن. حصل دي ناتيوريشن للانزيم، فقد الفايابيليتي بتاعته فما بقاش شغال. يبقى الانزيم ريسبونسبل فور فوتوسينثيس حصل له ديناتوريشن عند درجه حراره عاليه، فبالتالي توقف عن العمل. الانزيم ما بقاش موجود، طالما الانزيم ما بقاش موجود هتتوقف عندي عمليه الفوتوسينثيس. واضح كده؟ تمام. طبعا بعد كده بقى بيقول لي اي حاجه، يعني other factors such as the presence of carbon dioxide and light interfere in the rate of photosynthesis. لو انا عندي حصل اي انترفير او اي خلل في الكربون ديكسيد او في الضوء، ده مش يعني كربون ديكسيد موجود بوفرة جدا في الميديا،
وطبعا هو بيحكي لي عن نبات عادي جدا بيعمل فوتوسينثيز مش تحت ظروف معينه، يعني انا مش حاطاه في معمل وابتديت اتحكم في الظروف بتاعته، يعني ما بقتش اشيل الكربون ديكسيد او اقلل نسبه الكربون ديكسيد او اعمل المكان ظلمه، فلا هو بيتكلم عن فوتوسينثيز عادي خالص، ما لعبناش في اي حاجه من التولز اللي احنا شغالين بيها، يعني نسبه الكربون ديكسيد زي ما هي، ضوء الشمس طبعا بالليل بتتوقف عمليه الفوتوسينثيز، لكن التفاعل هنا ما قالش انه احنا بقينا بالليل، هو في علاقه ما بين درجه الحراره وما بين الفوتوسينثيز، نركز واحنا بنحل. طيب نيجي بعد كده نشوف السؤال رقم 52. السؤال ده مهم وبيتسأل كذا مرة، جه كذا مرة في الامتحان. داروين اللي هو the father of evolution described the mechanisms of natural selection as survival of fittest، يبقى البقاء للإيه؟ للفاتست. يعني إيه فاتست؟ هو بيسألني يعني ايه فاتست. طيب كذا طالب يقول لي الفاتست ده جاي من فتنس، يعني اللي بيلعب رياضة فقوي فهو اللي بيقدر لا طبعا السرفايفل فور فاتست دي معناها البقاء للأصلح. طب الأصلح من حيث ايه؟ الفاتست او الفتنس او وات ايفر دي من حيث ايه؟ من حيث أول حاجة نكتبها كده مع بعض، الفيتنس أو الفيتست خلاص أو السرفايفل أوف ذا فيتست من حيث الريبرودكشن، ريبرودكشن القلم مرخم عليكم جدا، الريبرودكشن يعني القدرة على إن هو يريبروديوس، لازم الكائنات الحية تبقى عندها القدرة على التكاثر، تقدر ان طبعا السبب التاني اللي هو القوة، يعني ان هو يبقى قوي طبعا فيقدر يعيش، يقدر ان هو يتعامل مع البيئة، بس اهم سبب عندي هو عملية الريبرودكشن، ان هو يقدر يحصل تزاوج ويديني اوف سبرينج، اوف سبرينج او ابناء او اجيال جديدة خلاص، لانه هو لو ستيرل هو الكائن ده ستيرل وعقيم يعني وما يقدرش ان هو ينجب، فالفصيلة بتاعته هتنقرض، مش هيحصل عندي تكوين لأجيال جديدة، فالبقاء هيكون للفاتست، الفاتست ده اللي هو ايه؟ الاورجانيزمز ذات ار كابابل اوف ايه؟ ريبروديوس، عنده القدرة على التكاثر اند باسنج ذير تريتس، طبعا لازم الفصيلة دي علشان تكمل يبقى لازم الصفات الوراثية التريتس بتاعته تنتقل إلى الأبناء، والابناء يكونوا فاتست، يعني يدوني ابناء فاتست، يعني مثلا على سبيل المثال انا دلوقتي عندي الحصان لما يعمل ريبرودكشن مع الحمار، تمام، الحصان ده فيت انيمال، يعني عنده القدره على التزاوج وعنده القدره على ان هو ينتج ابناء، بس لما يكون مع الحصان اللي زيه، لكن لو تزاوج مع الحمار والحمار هو اصلا الدونكي اصلا كمان فيت انيمال ويقدر ان هو يتزاوج ويجيب ابناء بس مع الدونكي اللي زيه، لو حصل تزاوج ما بين فصيلتين مختلفتين زي الدونكي والهورس والدوني كائن جديد اللي هو البغل، تمام، البغل ده ستيرل عقيم فبالتالي ما هوش فيت، ليه؟ لان هو للاسف ما فيش عندي فصيله، عمر ما هيحصل عندي بوبيوليشن كامل من البغل لانه هو مستحيل يتزاوج، الحاله الوحيده اللي هتخلي عندي الكائن ده موجود ان الهورس يتزاوج مع الايه الدونكي بس كده خلاص. طيب السؤال بعد كده هو رقم 53. رقم 53 بيقول what is the main differences between the oogenesis وال spermatogenesis، خليني اشرحها لكم شوية، ال oogenesis وال spermatogenesis تعالوا مع بعض نشوف الشاشة دي هتاخد معانا وقت شوية. طيب عشان نعرف ايه الفرق بين الاوجينيسيس والسبرماتوجينيسيس خليني اراجع معاكم بالمره، طالما جينا للحته دي خليني اراجع معاكم بالمره فكره الهرمونز اساسا، ان انا بالمره عشان لو صادفنا الهرمون سؤال في الهرمون ولا حاجه يبقى انتوا كده فهمتوا الدنيا فيها ايه. اصلا الاوفيوليشن الاوجينيسيس او السبرماتوجينيسيس بيحصل ازاي؟ انا عندي الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس ده موجود فين في البرين؟
غير لون القلم الغامق ده. الهايبوثالاموس ده في البرين، خلاص ده برين اريا يعني، ده بيخرج انزيم وهرمونز يعني بتأثر على البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية أو البيتيوتري اللي بتفرز هرمونات كتيرة جدا، وبنسميها الماستر جلاند علشان خاطر هي الغدة الأم اللي بتتحكم في وظائف أو في إفرازات معظم الغدد بتاعة الجسم أو كل الغدد بتاعة الجسم مش معظمها، تمام؟ يبقى الهايبوثالامس بيستيميوليت، نكتب كده ان هي بيعمل استيميوليشن، مهمه جدا دي يا اولاد لانه معظم الشباب بيتلخبطوا في الهرمونات او في وظائف الهرمونات، فهو بيعمل استيميوليشن للبيتيوتري جلاند علشان تفرز تو هرمونز، هرمون الاف اس اتش الفوليكل استيميوليتنج هرمون والال اتش اللي هو الليتونايزنج هرمون. طيب كلام جميل، الفوليكل استيميوليتنج هرمون والليتونايزنج هرمون الاثنين دول لما بيخرجوا بيصبوا في البلط خلاص على طول في الدم، يروحوا رايحين لفين؟ رايحين لمكانين، تمام؟ يا اما التستس لو هو ميل لو هو ذكر، يا اما للأوفري لو هو فيميل انثى، خلاص. بيعملوا ايه لما لو هي فيميل؟ تعالوا بقى نكمل كده، لو هي فيميل ال FSH الأول هو اللي بينزل، ركزوا معايا في الكلام، ال FSH الأول هو اللي بينزل يعمل إيه عند الأوفري؟ يعمل ماتيوريشن، ماتيوريشن تو الفوليكل، الفوليكل اللي موجودة في الأوفري، في الأوفري، خلاص؟ طيب لما يحصل ماتيوريشن للفوليكل خلاص ده هيعمل إيه يا شباب؟ هيعمل سكريت، الفوليكل دي هتبدأ تفرز هرمون الاستروجين، هرمون الاستروجين. في الوقت ده لما هينزل عندي هرمون الاستروجين ويخرج، في نفس اللحظة اللي هيخرج فيها هرمون الاستروجين هينزل ال LH من البيتيوتري جلاند مرحلة تانية، خلاص. وانس خرج عندي ال LH فورا مع الاستروجين ده هيعمل اوفيوليشن، هيعمل اوفيوليشن يعني هيعمل تبويض، والاوفا هتخرج بره الاوفري. يبقى كده عندي الفوليكل اهي، دي الفوليكل الكبيره وجواها الاوفا، تمام، وهنا في عندي اسمها ماتيور فوليكل او ماتيور جرافيان فوليكل، خلاص. لما هينزل عليها هرمون الاستروجين، تمام، والال اتش يبقى ال اتش مع استروجين تخرج الاوفا، دي اسمها اوفيوليشن، خلاص تمام لحد دلوقتي. انا هكمل الاوفيوليشن دي في سلايد تانية علشان لسه في حاجات تانية. دي الاوفا خلاص، دي خرجت خلاص عملت اوفيوليشن، فضل عندي ايه؟ فضل عندي الجزء اللي بره ده، ده الجزء اللي بره ده اللي هي بقية الفوليكل نفسها هيتحول لحاجة اسمها كده، هيبقى عامل كده فاضي اسمه كوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم ده هيكمل هو إفراز هرمون الاستروجين and البروجستيرون، هيفرز هرمون الاستروجين البروجستيرون، عشان ده معناه انه ممكن يكون عندي حمل، حصل حمل، الاوفا دي اتلقحت اللي خرجت من الاوفيوليشن، حصل حمل، فلازم يكون عندي هرمون الاستروجين البروجستيرون طبعا زي ما انتم عارفين عشان خاطر ايه؟ البيبي وتهيئه الرحم لاستقبال البيبي، خلاص. طيب لحد دلوقتي احنا لسه في الفيميل، لان الفيميل حواراتها كتيره 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 غير الميلز، الميلز عيال خالصه وسالكه وبننجز على طول، اما الفيميلز حوارات حوارات وهرمونات بالهبل ما بنخلصش. طيب نرجع تاني للفيميل المعقدة دي، أنا وقفت هنا ovulation صح؟ مش قلت لكم الovulation إيه اللي بيحصل بعد الovulation؟ الovulation ده معناه إن خرجت عندي ova، أوكي؟ الova دي اللي هي الحلوة الصغنونة دي اللي إحنا المفروض يحصل لها fertilization. طيب الova بتعمل حاجة اسمها meiosis 1، الكلام ده احنا قلناه
في المحاضرة اللي إيه بتاعة السيل ديفيجن. أوكي؟ مايوزيس 1. لما بتعمل مايوزيس 1 بتديني حاجتين، بتديني كده لارج ايج او لارج اوفر، وحاجه صغننه كده اسمها بولر بادي. تمام. اللارج ايج دي كام كروموسوم؟ 23 كروموسوم. اوكي. طيب لكن الاوفا دي كام؟ الاوفا دي لسه 46 كروموسوم، لان هي لسه هتعمل مايوزز اهي عشان تديني 23. طب كلام جميل. اللارج اوفا دي مستنيه الحج السبرم. خلاص، اول ما السبرم يوصل كده عند الجدار عندها، اول ما يوصل بيريور تو فيرتلايزيشن، يعني هو وصل ومسك فيها، واول ما يدخل وقبل الفيرتلايزيشن تعمل حاجه اسمها مايوزز 2. انا عارفه ان انا دخلتكم في حوارات كتيره، بس هتيجي الاجابه في الاخر. مايوزز 2. تمام. المايوزز 2 هينتج عنها ايج واحده عادية مش لارج، وكمان بولر بادي. البولر بادي ده يا ولاد لا بيحصل له فيرتلايزيشن ولا بيعمل اي حاجة، وبيعمل سبورت بس للايه، للخلايا في الاوفر. الايج دي 23 لسه، هو السبرم دخل صحيح بس لسه ما عملش الفيرتلايزيشن. هو دخل بس لسه ما عملش الفيرتلايزيشن. هيدخل بقى هو كمان 23 كروموسوم، هيدخل بقى وبعد كده يعملوا فيرتلايزيشن ويدوني زايجوت. تمام؟ واضح كده؟ يبقى عملية الفيرتلايزيشن، أو عفوا عملية الأو أو جينيسيس اللي أنا بقول عليه ده، اللي أنا اتكلمت عليه ده، أو أو جينيسيس. أو أو جينيسيس. الأو أو جينيسيس هتديني إيج 23 كروموسوم. خلاص؟ ايج واحده 23 كروموسوم، هي دي اللي هتعمل فيرتلايزيشن وتديني زايجوت. جت ازاي؟ الاوفال واحده 46 هتعمل مايوزز واحد، هتديني لارج ايج اللي هي جاهزه لعمليه الفيرتلايزيشن. خلاص. وبولر بادي ما بحسبوش. وبعدين اول ما السبرم يوصل للايج تعمل حاجه اسمها مايوزز 2. مايوزز 2 دي بتديني الايج الصغيره اللي هي 23 كروموسوم، دي اللي جاهزه بقى لعمليه الفيرتلايزيشن. يحصل بقى اختلاط ما بين الدي ان ايه بتاع السبرم مع الدي ان ايه بتاع الاوفا ويدوني زايجوت. خلاص، يبقى الناتج عندي ايه؟ خليه ايج واحده. تعالوا نرجع لعم الحاج السبرم الغلبان، نرجع للتيست مره تانية. خلصنا احنا كده الفيميل وعرفنا الاوجينيسيس بينتج عنها ايه. تعالوا نشوف الاف اس اتش تاني من الاول، والال اتش لما بينزلوا في البلد يروحوا على التستس في الميل على طول ودايركت من غير لف ودوران عند الميلز، بيعمل سكريت التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. خلاص، التستوستيرون ده هيعمل ستيميوليشن على طول لايه؟ ستيميوليشن لايه؟ للمايوزز. اعملها لكم بلون تاني عشان تفرقوها. لمايوزز واحد. خلاص، المايوزز واحد هتديني ماتيور سبيرم. خلاص، ماتيور سبيرم. ماتيور سبيرم ده كام كروموسوم سبيرم؟ التستس هي اللي فيه عندها 46 كروموسوم، الخلايا بتاعت الخصية 46 كروموسوم، تديني سبيرم 23 كروموسوم على طول. تمام؟ مفيش بقى الحوارات واللعبات اللي عند الفيميل، هو ادتني سبيرم. السبيرم بقى احنا وصلنا للسبيرم هنا اهو 23 كروموسوم. السبيرم بيباس مايوزز ان تي اي 2 على طول يديني 4 سبيرمز، يديني 4 سبيرم كل واحد 23 كروموسوم، 23 كروموسوم. خلاص، يبقى مايوزز واحد ومايوزز اتنين في الميلز تديني 4 كروموسومز. دي اسمها، الحكاية دي اسمها سبير ماتو، جاي من السبرم، سبيرماتو جينيسيس. سبيرماتو جينيسيس فور كروموسومز 23.
أما الأو جينيسيس 1 إيج 23. تمام، نرجع تاني للأسئلة. كل الهري اللي احنا عمالين نلغي فيه ده ليه؟ علشان نشوف السؤال هو كان عايز ايه. What is the main difference between the oogenesis and the spermatogenesis؟ خلاص خلصت الكلام. ان الاوجينيسيس بتديني 1 ايج خلاص، والسبرماتوجينيسيس بتديني 4 سبيرمز. اي اختيار تاني ملوش علاقه باللي احنا قلناه. تمام كده، بعد ما شرحنا فهمتوا ازاي جت؟ واضح يا شباب؟ طيب نيجي بعد كده لسؤال، نكمل سؤال 54. During the menstrual cycle, which hormone is secreted the most right before the ovulation؟ لسه قايلاها حالا حالا، لسه قايلاها قبل عملية الاوفيوليشن على طول على طول. ايه اللي قبل؟ يعني خرج عندي هرمون الاستروجين، وبعدين ال LH مرحلة تانية، يعني ال FSH بيخرج الأول وبعدين ال LH. لما بيخرج ال LH على طول بيحصل الهاتشنج أو عملية الاوفيوليشن بقى، إن الأوفا بتخرج. طيب هو ما بقالش، ما جابش سيره الاوفا خلاص، هو بيقول اوفيوليشن. اوفيوليشن يعني خروج الاوفا، علشان تبقوا فاهمين. طيب all of these are true about الميوزز ما عدا، كل ده حقيقي عن الميوزز ما عدا the daughter cell produced are identical to each other. ازاي؟ احنا بنقول ميوزز وميتوزز، ايه الفرق بين الميوزز والميتوزز؟ الميتوزز نكتب بعد كده في الشاشة التانية أحسن. الميتوزز بتديني مثلا لو هي 46 كروموسوم بتديني خليتين، كل واحدة 46، صح؟ دي الميتوزز. أما الميوزز بقى بتديني نص العدد، ال 46 دي بتعمل لي خليتين، ها 23 و23. يبقى مستحيل، ان هو بيقول لي اكسبت، يبقى كلها كلها تابعه ل المايوزز ما عدا خاصيه واحده. فاول واحده خالص بيقول ان دوتر سيل بروديوس ذا ار ايدنتيكال تو ايتش اذر، لا دي ملهاش علاقه بالمايوزز، يبقى دي غلط، دي مش حقيقي. It produces in sex cells. أيوة هي موجودة في sex cells. Characterized by reducing number. أيوة أنا بيحصل فعلا reducing للنمبر بتاع الكروموسومز. إيه تاني بيحصل عندي؟ بيحصل عندي responsible for diversity found in living organisms. الدايفرستي جاية من الميوزيس طبعا، ال XXXY. وكمان تنوع الجينات كلها بتيجي عن طريق الجاميتس. الكروسنج اوفر ده بيحصل فين؟ بيحصل في المايوزز طبعا. يبقى كل ده صح، كل ده صح، بي وسي وكل ده صح، ما عدا اول واحده بس هي اللي غلط. بعد كده بيقول لك رقم 65 انه في فارمر حط السكروكو اللي هي الفزاعه، تمام، السكير كراو، سكير كراو عفوا، ان هيز فيلد، في الحقل بتاعه، to prevent a bird from eating the crops. طيب لما البيردز شافوا السكير كراو أول مرة they got scared، تمام، وطاروا بعيد. after encountering السكير كاو، يعني شافوها كذا مرة for several time the birds show no reaction، خلاص ما عملوش أي تغير. دلوقتي هم اول مره شافوا السكير كاو دي، السكير كراو عفوا، اتخضوا وخافوا وجريوا من المزرعه. لما بقوا يجوا كذا مره يقربوا يلاقوها ما بتتحركش، ما بتعملش حاجه، واحده واحده اتعودوا على وجودها في نفس المكان من غير ما تتحرك. انا قلت ايه دلوقتي؟ اتعودوا، يعني حصل habituation، حصل habituation، واضح؟ يبقى الhabituation هو التعود، الحاجه اللي انا بتعود عليها مرة في التانية في التالتة فبقت habituated بالنسبة لي، فبقينا خلاص. ايه دي انواع الايه؟ دي انواع البيهيفير بتاع الانيمال. في الشابتر بتاع البيهيفير هنلاقيها موجودة بالتفصيل.